البوادر إن شاء الله تكون الأمطار، تكون أمطار الخير إن شاء الله، تكون أمطار الخير، تهطل الأمطار ونشوف الأهداف ونشوف المتعة. أدي غارسيا نفس اللعبة بتاعته، هو داني لعبد المجيد عناد، يا 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 وشات الأقدار، وشات الأقدار وهطلت الأمطار. قد يكون مقنع ما دام الحكم قريب من اللعبة، حكم على بعد 4 ياردات وزاوية عظيمة، وبالتالي لا اعتراض ولا امتعاض. ضغط من تاني، نادي الريان لما يضغط بيبقى قوي، لما بيدافع من جديد الهجمة المرتدة، ياسين الشيخاوي لعيب 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 لعيب، نعم 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 ياسين الشيخاوي، بقول لكم لعيب وهداف، ادخل منطقة الجزاء يا ولد، دخل منطقة. محمد علاء، تباتا، الترابط اللي ما بين تباتا وسوريا وجارسيا قل كثير جدا 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 جدا. تصويبه يا ولد، يا ولد يا ولد يا ولد، هو 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 تباتا، يسجل مره يسجل اثنين، يسجل رقم 40 ويبتعد بفارق 4 نقاط عن نادي الجيش. تباتا الى المعلم جارسيا نجم الاسباني الكبير، اقصى اليسار مصعب خضر، عرضيه يا مصعب، سوريا 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 سوريا، سلام يا سلام يا سلام، سوريا سوريا يتالق ويسجل الهدف الثالث باتقان. شركاته الدوليه عديده، انجازاته مع النادي الاهلي ايضا في زمن جميل، وكان محلل معنا في قنوات الكاس ايضا في بعض الفترات، له كل التقدير. من جديد الضربه الحره، ميونغ الكوري يسجل رابع الأهداف لنادي الريان. بتعادل كان للسد مع الشحنية والجيش مع السيلية. من جديد جارسيا، يا سلام يا جارسيا، يا سلام يا الفنان، والخامس الخامس الخامس، خماسية خماسية، نعم نعم، عبد الرحمن الحرازي يضمن بصمة هامة جدا.